أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في بلادنا بعض الناس يقرأ قوله تعالى والله مولانا يقرأها والله مولانا، فهل في هذا بأس؟ القراءة التوقيفية لا بد من سند القراءة وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا راجعا إلى عادات الناس، إنما هذا راجع إلى ثبوت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. القراءة توقيفية. نعم.